أهلا بكم مشاهدينا، نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج قبة البرلمان هذا الأسبوع. وفي فقرة مع الحدث نتابع مواضيع هامة لطرحها قريبا على جدول الأعمال مع تقارير اللجان وآراء السادة النواب في تقرير نتابع. ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون الإيجارات، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للأخذ بمرئياته حول المشروع بقانون، كما وتقرر أن يتم طلب إرجاع التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوع من جلسة المجلس الاعتيادية لإخضاعه للمزيد من الدراسة. أما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب فقد ناقشت في اجتماعها تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002. استضافت مملكة البحرين الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة معالي السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والتي تعد الجلسة الأولى للبرلمان العربي خارج دولة المقر. وأكد البرلمان العربي في جلساته على إدانة الإرهاب بكل أشكاله في كافة البلدان العربية، إضافة إلى تعزيز الأمن القومي العربي. وبعدها استعرض البرلمان العربي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بشأن تحديث وثيقة الأمن القومي العربي. وقد جرى خلال النقاش الاستماع إلى مداخلات عدد من السادة أعضاء البرلمان العربي حول مختلف القضايا العربية. جلسة اليوم هي الجلسة العامة للبرلمان العربي التي جرت العادة أنه تعرض فيها تقارير اللجان وتناقش. اليوم بدأنا بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية، وتضمنت صراحة العديد من الأمور الجديرة بالنقاش والطرح، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة العربية، وخاصة مع استضافة مملكة البحرين لجلسات البرلمان العربي في هذه الظروف التي تمر بها أيضا المملكة. من على رأس هذه القضايا التي طرحها التقرير مشروع تحديث وثيقة الأمن القومي العربي، وأعتقد يعني إحنا ركزنا في نقاشنا على أنه ضرورة الإسراع في تحديث هذه الوثيقة وإصدارها بسرعة، وأيضا طالبنا بوضع بنود في هذه الوثيقة تدين يعني تتعامل مع الإرهاب ومع العنف الحاصل في الشارع. نحن نتشرف أن يكون كبرلمان اجتمع في دولة البحرين داعمين ومؤيدين لموقف دولة مملكة البحرين على في كل مواقف السياسية والبرلمانية. اليوم طبعا اجتماعنا جلسة ثانية بعد الأمس، كانت جلسة استماع أو حولت إلى لجنة خاصة، اليوم جلسة عامة للبرلمان. طبعا مناقشة فيها العديد من المشاريع والقضايا. طبعا أتكلم اليوم أنا عن اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان. لدينا مشروع اللي هو الوسام، وسام البرلمان العربي، الشخصيات البرلمانية والدولية وأيضا حتى خارج البرلمانية لما قدمته للوطن العربي وخدمت العمل العربي المشترك. ثم انتقل البرلمان العربي لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن اقتراحين بعقد ندوة للأمن المائي والغذائي في الوطن العربي، وأخرى للتشريعات في المجالات السايبرو نانو تكنولوجي، حيث وافق البرلمان على توصية اللجنة بشأنهما. تبحث أيضا تقارير لجميع اللجان، اللجنة الشؤون الاقتصادية واللجنة كذلك الموجودة في البرلمان يعني جميعها، ومحاولة حلحلة بعض القضايا وإيجاد بعض الحلول البعيدة عن التشنج والبعيدة عن أيضا حتى يكون الوطن العربي وطن واحد ويتم تحقيق التنمية وتوزيعها بشكل سليم على هذا الوطن.
كما استعرض البرلمان العربي تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بشأن عقد ورشة الحقوق السياسية للمرأة العربية وورشة أعمال الحقوق الثقافية والتعليمية والإعلامية للمرأة العربية. وبعدها ناقش المجلس في بند ما يستجد من أعمال تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لعقد مؤتمر دعم الدول العربية الأقل نماءً، وقرر المجلس الموافقة على ذلك. فنحن في بلد القانون والمؤسسات، لأن هناك عوائل وأسر انهدمت. احنا توجيهنا لهذا السؤال حقيقة مع الرئيس، أنا تقدمت السؤال إلى سعادة وزير الإسكان، ودعم جميع المشاريع التي لها علاقة بالصحة. احنا نريد أن تحفظ حقوقنا وأمورنا حقيقة من خلال القانون في مجلس النواب، ونرى إمكانيات كيف إصدار قوانين لمصلحة الصيادين، وكذلك المحافظة على يعني مصائد الأسماك، لأن الآن في البلد حقيقة يوجد قرار في يعني في الدستور أن الحكومة لابد أن تحافظ على مصائد الأسماك، ولكن هناك ثغرة أن ما حددت مصائد الأسماك، وبالتالي في عندنا مشكلة قانونية أن لو يعني صارت قيام بعض المشاريع على المصائد فما في تحديد، وبالتالي احنا بعد تقسيم الحدود اللي صار بين بعض الدول المجاورة تقلصت المصائد، كان 18 مصيد تقريبا، اصبح الان عندنا 5، وبالتالي المشاريع الموجودة ل 2030 راح، واللي صارت الحين قضت على بعض المصائد لان ما يوجد في ثغرة في القانون، فجميع الدول لازم لها من حماية للمصائد وللبيئة. فاحنا الان نحاول بقدر ما نستطيع ان يطلع قانون للحفاظ على المصائد بحيث ان هذه المصائد لا تقرب ابدا. القطاع ذي يبي له اهتمام اكثر، هنا رئيس الوزراء سمو رئيس الوزراء ما مقصر معانا، انما يبي له اهميه لان القطاع ذي فيه مشاكل عده، وحلها مو بحل باصدار قرارات تعجيزيه، انما لازم باخذ راي اهل المهنه والاجتماع معاهم، وهذا اللي حصل اليوم ان الجماعه هنا يجلس معهم، ونتمنى ان تدوم الاجتماعات معهم بحيث ان المشاكل هذه او القضايا ذي هم يفهمونها وعلى الاقل ينقلونها الى الجهات المعنيه. وتطرقنا في الحقيقه الى عده نقاط، من ضمنها ان يخصص مبلغ سنوي من ريع الصندوق لكل صاحب رخصه صيد محترف ويعتبر دعما للصياد، وكذلك ناقشنا ان يكون أعضاء من الجمعية من ضمن أعضاء مجلس إدارة الأعمال الصندوق. وأخيرا تكلمنا عن بالنسبة لأصحاب الرخص ذوي الوظائف والسجلات، إذا لم يشملهم دعم الصندوق فعلى الجهات المسؤولة تعويضهم عن رخصهم ومهنتهم التعويض المناسب قبل إيقافهم أو إبعادهم عن عملية الصيد. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة نعم أو لا. سنطرح هذا الأسبوع تقرير اللجان حول موضوع الصيادين، وسيكون معنا في الاستديو رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري ليطلعنا على مشروع قانون بشأن صندوق دعم الصيادين الذي يناقش رفع مستوى حياة الصيادين البحرينيين والسعي أيضا لإيجاد حياة كريمة لهم ولأسرهم من جهة، والعمل على دعم هذه المهنة التراثية العريقة التي تميز البحرين منذ الأزل ومنعها أيضا من الاندثار. بداية نرحب بسعادة النائب في استديو قبة البرلمان. أهلا بك سعادة النائب. سعادة النائب، المشكلة الحاصلة تحديدا حسب ما توصلت من خلال معلوماتي، ويمكن تصحيح لي المعلومة إذا كنت مخطئة، أنكم كأعضاء لجنة تتفقون أو تقفون حائرين بين الحفاظ على هذه المهنة، مهنة الصيد كإرث حضاري واجتماعي هام للمملكة، وأيضا من جانب آخر مشكلة الصيادين أو مشاكل الصيادين المستمرة من جهة أخرى، نعم أو لا؟ في البداية طبعا أنا أشكركم لتطرق لهذا الموضوع الهام الحقيقة الذي له ارتباط وثيق بالأمن الغذائي. نعم. كما يعلم الجميع مملكة البحرين جزيرة وكانت مشهورة الحقيقة بصيد الأسماك،
ولكن مع الأسف الشديد هذا القطاع تعرض إلى كثير من المشاكل وكثير من الانتهاك، سواء هذا الانتهاك بقصد أو غير قصد. هناك عملية الدفان العشوائية، وهناك وسائل الصيد أيضا العشوائية، ولم تكن هناك رقابة الحقيقة من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة الموقرة. لذلك قلت الحقيقة كمية الأسماك المطروحة في الأسواق، مما عرض هذا القطاع أو الصيادين بالذات إلى مشاكل كبيرة، وعرض مصدر رزقهم الوحيد إلى شح في مواردهم وفي رزقهم، مما أثر أيضا إلى على مستوى معيشة أسرهم. لذلك جاء الهدف الأساسي من هذا المشروع أن نحن نحمي هذا القطاع والمتعاملين فيه. لو نتكلم أكثر سعادتنا عن هذا المشروع، المشروع الذي تقوم نعم. هذا المشروع طبعا مشروع إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، جاء انطلاقا من دعمهم ومساندتهم، وهم حقيقة يستحقون منا ذلك، وهم يضحون ويعملون في أجواء مختلفة، وهناك قطاعات يعني أقل منهم الحقيقة ولا تقدم إلى المملكة مثل ما يقدمون وتدعم. على سبيل المثال الآن الحكومة تدعم اللحوم وتدعم الدواجن، فلماذا لا يتم دعم قطاع الصيد؟ هناك دعم جدا يسير، يعني هم يتم دعمهم من خلال دعم الديزل وكذلك من تمكين، ولكن هذا لا يكفي. فجاء هذا في البداية كان هذا مقترح، ومن ثم صاغت الحكومة الموقرة بالمشروع وعرضناه الحقيقة احنا في سنة 2012، ولكن أجابنا الحقيقة سعادة وزير شؤون البلديات بأن هناك مشروع سوف تقدمه الحكومة، ونحن متفقين حقيقة إذا كان هناك مشروعين متشابهين أن ننتظر مشروع الحكومة، ولكن مع الأسف الشديد إلى اليوم الحكومة لم تقدم مشروعها. كان الأجدى حقيقة من الحكومة أن تقدم تعديلات على هذا المشروع حتى لا يتعطل. لذلك احنا الآن مصرين أن احنا نقدم هذا المشروع بأسرع وقت ممكن حتى يعني نتدارك الوقت الباقي من الفصل من الدور الرابع. نعم، لو نتكلم تتكون الموارد المالية للصندوق بحسب الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة، نعم، من حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة أيضا، ومن حصيلة غرامات مخالفة، نعم، للقوانين للثروة، نعم، البحرية تبلغ هذه النسبة 1%. نعم. نريد توضيح أكثر حقيقة يعني هذه المادة جاءت انطلاقا من المتسبب الكبير في الحاق الضرر بقطاع الصيادين هي عملية الدفان. نعم. فيجب أن يستفيدون هم من المبالغ التي تحصلها الحكومة عندما تصدر التراخيص للشركات التي، نعم، تقوم باستخراج الرمال من البحر أو تقوم بدفن البحر. كذلك هناك شركات لا تمتثل إلى القوانين وتقوم بمخالفات. أيضا احنا نريد قطاع الأسماك أن يستفيد من الغرامات التي تحسب على المخالفين للقوانين. احنا الحمد لله يعني الان وضعنا هذه المادة ايضا في قانون استخراج الرمال، وكان هناك تحفظ من الاخوان في مجلس الشورى، ولكن عقب التحدث معهم والاتفاق معهم وافقوا على هذه المادة. نعم، لو نتكلم ارتكزتم على صياغتكم لمشروع هذا لنص هذا المشروع على عدة، نعم، مرتكزات، كان أهم هذه المرتكزات هو حماية قطاع الإنتاج البحري، رعاية العاملين فيه كحرفة أيضا، نعم، ضمان استمرارية إنتاجية هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي وغيرها من المرتكزات. نعم. نتحدث أكثر عن هذه، عن صياغة هذه المرتكزات. يعني شوفي يعني هذا القطاع هو قطاع ليس له أولا تقاعد، نعم، ولو حتى يعني أصيب أو صلت عاهة أو أنه لا يستطيع العمل، فيعني مصيره أن يجلس في بيته، وأن يعني العائلة التي يعيلها تصبح بدون مصدر رزق آخر، نعم. فالحقيقة يعني احنا خصصنا أحد المواد خصصت بأن الصياد، أولا احنا نحب نعرف أن الصياد المحترف هو اللي عنده ترخيص، عنده يعني يزاول المهنة عن مدة لا تقل عن 3 سنوات وليس له مصدر آخر من الرزق. فالمشروع خصص 200 دينار كراتب شهري، وفي موسم الربيان، موسم الربيان طبعا يقف 4 أشهر في السنة،
ففي في فتره الوقف الاربع شهور يحصل على 300 دينار بدل ال 200 دينار على الاقل، يعني يستطيع من خلال هذا المبلغ يسير بعض اموره. في في لا سمح الله لو حدث كارثه او حدث مشكله في البحرين تؤثر على 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 الصياد ان لا يستطيع ان يزاول المهنه. فايضا هناك الصندوق والمسؤولين عن الصندوق اللي سوف ينشأ بناء على هذا المشروع يقدر الحالة، يقدر الحالة على يعني هل الوسيلة أو السفينة اللي يزاول بها مهنة تصير يعني على مدى نسبة التأثر ونسبة الضرر اللي الحق بها، ويتم أيضا تعويضه عن هذا الضرر. نعم سعادة النائب، تحدثت منذ قليل عن أن الحكومة تحدثت عن مشروع أيضا مماثل لي، هل كانت هناك حوارات أو نقاشات بينكم وبين الحكومة الموقرة بخصوص هذا المشروع الذي تحدثت عنه الحكومة؟ والله هناك تحدث كثير الحقيقة في هذا الأمر، سواء مع سعادة وزير المجلسين أو سعادة وزير شؤون البلديات. نعم. ويوعدون الحقيقة في كثير من المرات، هناك يعني وعود بأن المشروع شبه جائز وسوف يتم رفعه من قبل الحكومة، ولكن احنا لا نستطيع أن ننتظر أكثر، يعني ما باقي في الدور. ما هي حيثيات هذا المشروع؟ هل هي مماثلة للمشروع الذي كنتم والله يعني احنا لم حقيقة لم نطلع على حيثيات وعلى تفاصيل هذا المشروع، ولكن حسب الكلام اللي نسمعه بأن هذا المشروع هو أفضل، ولكن إذا أفضل وهو لم يأتي فيعني من الخاسر الأخير؟ الخاسر قطاع الصيادين والصيادين أنفسهم. فإحنا نستطيع الحقيقة، وإحنا على تواصل الحقيقة قبل أسبوع كنا مجتمعين مع جمعية الصيادين وجمعية التعاون للصيادين، فلا نستطيع، هم يعني دائمين الشكوى وهم على حق الحقيقة، يعني يتعرضون لمشاكل. الآن نسمع بأن الحكومة سوف تزيد فترة وقف صيد الريبان إلى 6 شهور، طيب يعني من المتضرر؟ يعني يجب على الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار إلى هذه الشريحة من المواطنين. نعم. يعني الآن سوف تزيد فترة التوقيف صيد الريبيان 2 شهر، يا أن أنت يا حكومة تعوض الشهرين يعني بدل ما يوقف تعوضه، أو أن تجد له يعني تسمح له بصيد الأسماك. الآن رخصة صيد الريبيان لا يسمح له بصيد الأسماك، اسمح له في حالة أنه يعني تم إيقاف صيد الريبيان، اسمح للصياد أن يصيد أسماك حتى يوفر حق عوالم يوفرون مصدر رزق. طبعا كما ذكرت سعادة النائب أن من أهم المشكلات التي تؤرق الصيادين هي تحديد فترة الصيد، طبعا كما ذكرت بأن هناك سوف تزيد من مدة صيد الروبيان، وأيضا عملية الدفان الواسعة. هل هناك حل سوف يتقدم أو مشروع آخر سوف يتقدم به السادة النواب لتحديد الأماكن المخصصة لعملية الصيد؟ ولا شوفي الآن يعني هذه يعني بعد اجتماعنا الحقيقة الأسبوع الأخير، واحد الأخوان من الأخوان الصيادين طرح يعني فكرة جوهرية وممتازة الحقيقة، قال لماذا لا يتم تحديد مواقع صيد الأسماك؟ يعني ربما يعني هناك مواقع طبعا في البحر يعرف الصيادين طبعا بأسمائهم، وأنا رديت عليه قلت له بالعكس احنا نرحب بمثل هذه الأفكار، أعطونا هم يسمونها المباحر، أعطونا المباحر على خرائط زين، واحنا ان شاء الله سوف نسعى لتقديم مقترح بان يتم اعتماد هذه المواقع وان يتم حمايتها من قبل الدوله. يعني الموضوع الان احنا يعني تقدمنا ايضا كمجلس وبالخصوص كتلة المستقلين الوطنيه بمقترح بان يتم تقليص عدد رخص صيد الاسماك. يعني احنا تقدمنا بناء على دراسه من الحكومه تقول ان يعني بحر البحرين خاصه عقب ما عمليه الدفان وعمليه ايضا التفاهم مع الشقيقه قطر، ذهبت بعض يعني مواقع الاسماك المهمه الى الشقيقه قطر. فالحقيقه يعني هذا احنا بناء على دراسه الحكومه بان بحر البحرين لا يستطيع استيعاب اكثر من 70 رخصة. نعم. طيب اذا انتم تعرفون بان يعني البحرين لا تستوعب اكثر من 70 رخصة، لماذا تم إعطاء أكثر من 1700 رخصة؟ وإحنا تقدمنا الحقيقة بمقترح يتم تقليص رخص الصيد وأن يتم اعتماد سنويا 1,000,000 دينار للتعويض. العجيبة والغريبة أن رد الحكومة ما وافق، يعني هم مع المقترح وأيدون المقترح ومقترح بيفيد تقليل عدد رخص الصيد، ولكن ما وافقوا على عملية التعويض. أنت لما بتقول حق الإنسان هذه والله تعال أنا بسحب أو بلغي رخصتك، طيب هذا عنده
عنده سفن وعنده معدات كيف يتصرف فيها؟ لابد أن يتم إعطاء مبلغ مقابل السفن ومقابل هذه. قل له والله ما عليك، أنا هذه سفينتك بأخذها، لكن هناك تعويض وبدفع لك مبلغ السفينة. ولكن أنت تقول والله أنا بخفض على رخص الصيد بدون مقابل، هذا يعني دول الجوار الحقيقة، بعض دول الجوار بالعكس عوضتهم ودفعت لهم مبالغ أن يتوفر لهم عيش كريم لهم حق أسرهم. نعم، لو نتكلم أن يعني ليست هذه البادرة الأولى طبعا من نعم. مجلس النواب في نعم. التعامل والتفاعل مع هذه الفئة من المواطنين، كنتم قد طرحتم الكثير من المشروعات، ولكن لنقف قليلا عند هذه النقطة. بعد ذلك، بعد أن تقومون بطرح هذه المشاريع وطرح هذه وهذا التفاعل طبعا تشكرون عليه، ولكن نريد حل لهذه المشكلة. ولا شوفي، يعني هو يجب أن يكون هناك تعاون، ويجب على الدولة أن تقوم الحقيقة بعملية دراسة ومن ثم تغييم لهذا القطاع. نعم. هذا القطاع يعني بينتهي حقيقة، نتكلم بكل صراحة وشفافية، وهناك تذمر كبير من قبل الصيادين، وأنا ما لومهم حقيقة، أنا ما لومهم. يعني هناك من هو مسؤول لا يجتمع معاهم ولا يسمع حتى آرائهم ومرئياتهم، هذا خطأ كبير. يعني هم متعاونون، هم يقول لك والله احنا وافقنا ان احنا يتم وقف صيد الربيان 4 شهور بدون مقابل. فهذا يعني يجب ان نشكرهم، يعني يجب ان يكون تعاون، سمعوا حق مشاكلهم، سمعوا حق اهرام. الان احنا كمجلس نواب طبعا انا اتمنى من الاخوه ان شاء الله اللي بيجون في 2014 نعم. ان يواصلون هذا الملف. هذا الملف يجب ان لا يغلق، وان يتم الحقيقه يعني ايصاله الى اعلى مستوى. يجب أن تكون هناك حلول، وحلول سريعة، ويجب أن يكون على أولويات هذا الحلول أن لا يضر هذا القطاع ومن يتعامل مع هذا. نعم. سؤالي الأخير سعادة النائب، يعني هل تعتقد بأن إيجاد صندوق لدعم الصيادين هو الحل الأمثل أو الحل الذي يمكن أن يكون له عوائد إيجابية على الصيادين؟ نعم. هل تعتقد بأن هذا هو حل فعل أو أنه مجرد حل آني لهذه المحل؟ هو يعني جزء من الحل، وليس نعم. وليس الحل الكامل أبدا. الحل الكامل يجب أن يتم تنفيذ هذا القطاع. هناك مافيا تشتغل في هذا القطاع نعم. وهناك عاملة وافدة، وأنا هذا الكلام مسؤول عنه وشفته بعيوني وما زلت أشوفه. هناك آلاف من يعمل في هذا القطاع بدون ترخيص، ويستخدمون وسائل يستخدمونها غير شرعية، تدمر جميع يعني الموائل الأسماك محل. يعني احنا يعني ولله الحمد يعني وهبنا رب العالمين بيئة بحرية ما توفر عن يعني نسبة الملوحة مناسبة، دفء المياه من أروع ما يكون، بعدين عندنا التيار مناسب. فيجب علينا ان نحمد ربنا. يعني انا على سبيل المثال الآن هذه ثروة والنفط ثروة، هل من الممكن أن أروح أكبير نفط وأفتح الفار ماله أو الصنبور وأخليه يجري على الأرض؟ لا بالطبع، يجب أن أحفظ عليه. هذا نفس القضية الآن اللي يحدث حق الثروة السمكية، نفس القضية ينطبق هذا المثال على ما يحدث اليوم في البحرين على الثروة السمكية. يعني لا رقابة الحقيقة من الثروة السمكية، ولا رحنا حكلمنا وزارة الداخل نقول نحن مسؤولين عن مراقبة من يقوم بتدمير هذا الكلام. يعني هو الآن أمامنا حسب القانون هي الثروة السمكية. نعم. ثروة السمكية تقول لك أنا والله ما عندي مكان، أنا مو بشغلي، هذه شغلتك أنت، قدم حق الحكومة. وزارة الداخلية المفروض أن يكون تعاون بين الجهتين. يعني أنا ما لوم وزارة الداخلية. نعم. لأن حسب القانون هي مو مسؤولة، مو بجهل. يعني أنت يعني إحنا نتكلم عن ترى مبالغ جدا زاهدة وجدا بسيطة. أنا ما أعتقد أن الحكومة اليوم تعجز عن توفير 10 طراريد، وأن تعجز عن توفير 10 أو 15 من يعمل على هذه الطراريد. 10 أو 15 طراد اليوم ما تكلفني، ما عملنا عليه حتى 1,000,000 دينار في السنة ما تكلفني. فأنا ما أعرف ليش يعني عدم أخذ الموضوع بجدية، وبيوفر علينا كثير. يعني اليوم إحنا ندعم اللحم السعر الأعلى اللي يوصل للحم وهو مدعوم 3 دينار. نعم. اليوم السمك وصل إلى 6 و8 دينار، لماذا لا يلحم؟ يجب أن ننظر إلى هذه الأمور ونقيمها. شكرا لك سعادة النائب على تواجدك معنا في استديو قبة البرلمان. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لنتابع.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ماذا طرحت الصحافة المحلية في أسبوع؟ اخترنا لكم أبرز العناوين في الشأن البرلماني فلنتابع. أما الآن فمعنا على الهاتف الصحفي أحمد عبد الحميد من جريدة أخبار الخليج. أهلا بك سيد أحمد. أهلا بك فندم. بداية نود أن نستعرض سريعا بعض المحاور المتعلقة بتناول الصحافة المحلية لمشاكل الصيادين، على اعتبار أنك مراقب إعلامي للشأن البرلماني ولديك اهتمام خاص بالقضايا المطروحة تحت قبة البرلمان. بداية، ما هو تقييمك لتناول الصحافة لحجم هذه القضية، أي قضية الصيادين في البحرين؟ هل ترى بأن النواب يتمسكون باقتراحاتهم ودعمهم أيضا للصيادين، هذه الفئة تحديدا التي تعاني الكثير؟ أعتقد من وجهة نظري المتواضعة أن بعض النواب أهملوا في التركيز على قضايا الصيادين بالتحديد. نعم. خاصة أن الفئة دي فئة دائما محتاجة دعم بشكل كبير، في لأنها بتقوم على توفير الأمن الغذائي للمملكة، وكلنا عارفين أن القطاع السمكي بالتحديد من أهم القطاعات اللي بتوفر الأمن الغذائي في المملكة. لكن في المقابل يمكن كان في شوية بعض القصور في تناول قضاياهم من قبل النواب، وخاصة في مسألة الدعم ومشاكل الدفان اللي أثرت على بعض موارد الصيادين. سيد أحمد، كيف تنظر إلى المشروع الذي تقدمت به اللجنة مؤخرا في مجلس النواب بخصوص دعم الصندوق، يعني يكون هناك صندوق لدعم الصيادين؟ كيف تنظر إلى هذا الحل؟ هل هو حل آني أو أنه حل سوف فعلا يساعد في حلحلة هذه المشكلة؟ بداية، أنا من وجهة نظري لازم برضو نبقى في تواصل مباشر بين النواب وقطاع الصيادين. نعم. على اختلاف توجهاتهم، سواء صيادي الروبيان أو صيادي الأسماك، علشان نعالج مشاكلهم بشكل واضح. طبعا توفير صندوق لدعم الصيادين أمر ضروري، خصوصا أن احنا عندنا فترات بيتوقف فيها الصيد لبعض القطاعات منهم. نعم. فلازم يبقى في دراسة محددة ليهم والقطاعات والأفراد اللي عاملين فيهم، خاصة أن فيهم ناس مش معظمهم من كبار الصيادين، ممكن يبقى في صغار الصيادين بالتحديد هم اللي بيتضرروا في القطاع. نعم. مشروع المجلس، أنا متابع مؤخرا أن في مشروع معروض دلوقتي في مجلس النواب، وهيعرض على مجلس الشورى في جلسته القادمة. على حد علمي بأن مجلس الشورى تم وافق على هذا المقترح. لا، هو بالفعل المجلس بيناقش مشروع خاص بيهم كمان، احنا بنتكلم على بيع الرمال البحرية كمان. نعم. معروض على مجلس الشورى في جلسته القادمة بإذن الله، ومتطرق من ضمن مواده ان تخصيص نسبة 1%. صحيح. نعم. وده تمسك به النواب بشكل أساسي، رغم أن مجلس الشورى لما عمل تعديلاته أغفل هذه الجزئية، لكن مجلس النواب أصر عليها وأعادها مرة ثانية لمجلس الشورى لإقرارها
في جلسته القادمة بإذن الله. سيد أحمد، نتكلم عن موقف الحكومة الموقرة، هل تعتقد بأن الحكومة ستوافق على صندوق دعم الصيادين بعد تمريره من النواب خلال هذا الدور، أم أن الوقت لم يعد كافي؟ لا، أنا أعتقد أن الحكومة الموقرة كانت دائما في دعم الصيادين بشكل أساسي وبشكل كبير، طول الوقت كانت معاهم، فبالتالي لو قدر مجلس النواب والشورى أنه يمرر القانون قبل نهاية دور الانعقاد فيلقى صدى إيجابي من الحكومة وأنها ممكن تنفذه بأسرع ما يمكن بالتأكيد، لأن احنا لمسنا قبل كده مواقف داعمة ليهم في مختلف منهم للصيادين في مختلف الأوقات. نعم سيد أحمد، لو نتكلم بمنظور آخر، تمسك النواب اليوم بمشكلات مثل هذه الفئات، تعتقد بأنه في الوقت الحالي هو دعاية انتخابية إن صح التعبير؟ يعني دعيني برضو يعني أقول إن أنا لن أدخل في النوايا، لكن برضو في الأمر في الوقت نفسه إذا كانت المشاريع القوانين دي هتخدم فئات بعينها، مش ما فيش داعي إن أنا أتهم النواب في التوقيت الحالي إنهم بيدوروا على الدعاية، لكن في النهاية لأن الناخب بعد كده هو صاحب القرار. نعم. اللي هو قادر على التمييز مين إن هو كان بيشتغل لصالحه في دائرته أو لصالح قضاياه، ومين اللي كان بيتاجر بيها في بعض الأحيان. نعم سيد أحمد، سؤالي الأخير، من كان ضيف حلقتي لهذا اليوم السيد حسن الدوسري، قال بأن الحكومة الموقرة لديها مشروع آخر مماثل للمشروع الذي تقدم به السادة النواب، ولكن للآن لم تقوم بطرح هذا المشروع، كيف يمكن أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة الموقرة وبين المجلس التشريعي لحل هذه المشكلة، مشكلة الصيادين؟ يعني أعتقد لما قلت لحضرتك في بداية كلامي بالتأكيد النواب عليهم دور كبير في أنهم يخلقوا حلقة التواصل بين الشارع والحكومة بشكل أساسي. نعم. لنقل المشاكل للحكومة وبالتأكيد والتعبير بصدق عن متطلبات الشارع. نعم سيد أحمد عبد الحميد، صحفي في جريدة الخليج أخبار الخليج، عذرا شكرا على هذه المداخلة القيمة، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا، كنا قد طرحنا سؤال حول هل تطالب السلطة التشريعية بالإسراع لإنشاء صندوق دعم الصيادين، نعم أو لا؟ دعونا نستعرض أبرز الإجابات ونعود مرة أخرى. أما سؤال هذا الأسبوع، هل تؤيد تطوير منظومة التشريعات والقوانين الخاصة بقضايا حقوق الإنسان في البحرين؟ نعم أو لا؟ اكتب وجهة نظرك، تستطيع أن تكتب وتعبر عن رأيك وبكل صراحة، ونحن بدورنا سنعرض آراءكم بالأسماء التي تشاركون بها في سؤال الأسبوع من فقرة نواب أونلاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس النواب على الفيسبوك، تويتر والإنستغرام PH Parliament. مشاهدينا ترقبونا في حلقتنا القادمة، سنطرح موضوع جديد يفرض نفسه تحت قبة البرلمان، إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، مع السلامة.